نعطيكم صابلي. يلا واخا. سميتو صابلي باطوني بفواكه الجافه. باطوني على شكل، علاش درنا قلت لي باطوني؟ لان كنديروا له واحد الشوكولات طويل شويه بحال الطبيعات. زين ديالو كيكون الشوكولات باطوني. عندنا في قصريه 125 غرام ديال الزبده اللي هي نص رابعه، 125 غرام زبده و100 غرام سكر كلاصي، قل من نص رابعه 100 غرام سكر كلاصي، ونص معلقه صغيره ولا راس معلقه صغيره النكهه ديال الشوكولات، روح الشوكولات، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو، ومعلقه كبيره ديال الحليب غبره، وثلاثه ديال الدوائر ديال البسكوي داك الاسود اللي كيكون في بسكوي بالكاكاو اللي كيكون الباكيه ديالو بالزرق والبيض، راه فيه الكريمه بالبيض لداخل. اييه اييه. كنطحنوه بالكريمه ديالو، غير ثلاثه ديال الدوائر. اييه. داك البسكوي اللي ملاصق. يعني ثلاثه القطع صافي. كنطحنوه كيكون الشوكولات كنطحنوه غبره. وكنخلط هاد العناصر كلها، عندنا 125 غرام زبده، 100 غرام ديال السكر كلاصي، نص معلقه صغيره روح الشوكولات، معلقه كبيره ديال الكاكاو، معلقه كبيره ديال الحليب غبره، وثلاثه الدوائر ديال البسكوي مطحون، وكنخلطوا بيدينا ونزيدوا بيضه وحده. حتى كنحصلوا على واحد البوماده شويه كحله، كنزيدوا بيضه ونجمعوا بالطحين. يعني صابلي راه معروف العجينه ديالو كيفاش كتكون، اما كنخليوها ترتاح واحد 10 دقائق ولا مباشره كنسرحوها ما بين جوج بلاستيكات، وكنقطعوها بمرسم يكون مربع، وكنطيبوه خصو يكون ما رقيقش بزاف لان ما غاديش نلصقوه وما يكونش غليظ بزاف. كنطيبوه في الفران يعني سخون من قبل وناقص من التحت، طيب الصابلي حتى كيحسوا به راه قصح شويه، ومن بعد كيكون كنا نخليوه على جهه، وكناخذ واحد البلاستيكه خاصه ديال الشوكولات، داك لي موتيف ديال الشوكولات على شكل صبيعات، كني كنديروا الشوكولات كيعطينا عويدات طوال. هذوك العويدات قياسهم قياس هذاك العرض ديال المربع، ما خصهمش يكونوا خارجين. وكننجمدوا الشوكولات الاسود كنديروهم في هذوك البلاستيكات حتى كيجمدوا، كنخليو هذوك العويدات جانبا. من بعد يعني راه عندنا العويدات وعندنا الصابلي راه واجد. من بعد كناخذوا ثلاثه ديال الدوائر ديال اناناس يابس مجفف، ثلاثه ديال الدوائر كنقطعوهم مربعات صغيورين، كنزيدوا عليهم خمسه ولا سته د الحبات ديال المشماش يابس مقطع حتى هو مربعات، كنزيدوا عليهم علبه ديال الفواكه الجافه اللي فيها الاحمر والخضر طريفات صغيورين، وكنزيدوا عليهم 125 غرام ديال اللوز ايفيلي اللي محمر، نص رابعه ديال اللوز ايفيلي محمر، ومن بعد كنجمعوا بواحد معلقه ديال الجليكوز وجوج معالق ديال الناطاج كنديروهم في كاسرونه حتى كيدفوا شويه، كنجمعوا بهم هذا الخليط، معلقه كبيره جليكوز وجوج معالق كبار ناطاج، كندفيوهم واحد شويه حتى كيوليو سائل، وكنزيدوهم على هاد الاناناس اللي قطعنا وعلى المشماش وعلى علبه ديال الفواكه وعلى اللوز ايفيلي، وكنخلطو. نقدروا ما نديروش هاد المعلقه كل هاد الجليكوز وجوج ناطاج، يعني عندنا ميزان، يعني عندنا الفواكه الجافه معسله دغيا كيتجمع لينا فعلا. الا ما تجمع ليناش نزيدو عاوتاني شويه على حسب، على حسب، لان كاين اناناس اللي هو يابس وناشف وكاين اللي هو معلك. من بعد كنحصلوا على واحد الخليط، كناخذوا هذوك الصابلي كندهنوا الوجه ديالو بالجليكوز كله الوجه ديال داك صابلي، كنحطوا عويدات الشوكولات جوج، وحده في هذا الجنب اليمين وحده الجنب اليسار، وهو من الفوق يعني من الفوق على على جوج جوانب، كيبقى لك واحد شويه الوسط خاوي بحال واحد الطريقه هكا طريق خاويه، كنعمروا بها من هذا الخليط معلقه صغيره صافي، وكنحطوا هذا الصابلي. يعني المنظر ديالو انا غادي نحط الصوره ديالو الله باش توضح الصوره للمستمعات، المنظر حتى المذاق ديالو كيجي رائع. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.